بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم العينات التي درستها في القسم الثالث في مختبري آخر 9 سنين. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، وهي عبارة عن قواقع أخذتها من شاطئ البحر. درست الميكروبات والطفيليات المتواجدة فيها. ممكن تلقون ميكروبات وطفيليات، أنواع متعددة من الطفيليات. طبعا هذه أحد العينات التي درستها أيضا في السابق، عبارة عن فصائل من الفطريات والبكتيريا مثل ما تلاحظون. ممكن تاخذونها من البحيرات أو النباتات اللي حصل لها تليف في الأنسجة. طبعا هذه أحد الصخور التي درستها في السابق أيضا، عبارة عن صخرة بركانية يوجد فيها بكتيريا بنسب كثيرة جدا مثل ما تلاحظون. طبعا هذا أحد العينات أيضا اللي درستها في السابق، عبارة عن نوع من أنواع المعادن مثل ما تلاحظون. ممكن تلقون معادن كثيرة في الأرض. طبعا هذه عينة من العينات التي درستها في السابق، عبارة عن عظمة ترجع إلى نوع من أنواع المخلوقات الحية المتحجرة، معها صخرة أخرى عبارة عن صخرة بركانية زي ما تلاحظون. حطه مع بعض، وأيضا هذه عبارة عن صخرة بركانية أخرى ممكن تلقون فيها بكتيريا ميكروبات بسبب أنها تلامس الأرض. وهذه صخور أخرى قد تكون ترجع إلى الصخور النيزكية مثل ما تلاحظون. قد تكون ترجع إلى صخور ترجع إلى خارج كوكب الأرض بعد دراستها يعني. مثل ما تلاحظون هذه أيضا أحد العظام المتحجرة، عظمة ديناصور مثل ما تلاحظون، من كسرة أو جزء من عظمة كبيرة جدا. ممكن تلقون خلايا أو خلايا دم متحجرة. أيضا هذه عظام متحجرة من أسنان أسماك كانت تعيش قبل 60 مليون سنة في نهاية عصر الطباشيري. نهاية عصر الطباشيري كانت تعيش هذه الأسماك. طبعا شفت خلايا دم متحجرة أيضا فيها. هذه أحد المخلوقات البحرية المتواجدة في السابق، عبارة عن فصيلة من فصائل الشوكيات التي تعيش قبل 300 مليون سنة. لديها أشواك كثيرة جدا تشبه نجمة البحر مثل ما تلاحظون. العينة متحجرة، حصل لها استبدال في المعادن، حصل لها استبدال في نواة المعادن. وممكن يعني تدرسونها وتلقون عينات يعني نادرة جدا. طبعا هذه العينة عبارة عن نوع من أنواع الحلزونات التي كانت تعيش في أواخر عصر الطباشيري قبل 60 مليون سنة، متحجرة العينة. هذه عبارة أيضا عن نوع من أنواع العينات المتحجرة، ترجع إلى فصيلة من فصائل المحار، كانت تعيش قبل 400 مليون سنة. درستها في مختبري يعني بتفصيل أكثر.
هذه طبعا أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن خشب متحجر مثل ما تلاحظون، خشب متحجر ترجع إلى فصيلة من فصائل الأشجار المنقرضة أو التي تطورت. طبعا هذه العينة عمرها لا يقل عن 23 مليون سنة. طبعا هذه أحد الصخور المحتكة في الماء، عادة تكون صخور نهرية متواجدة في الأنهار، بسبب جريان الماء يحصل لها احتكاك بنسبة كبيرة جدا، غالبا تكون لونها بني. طبعا هذه أحد فصائل النباتات التي تعيش في قاع البحر، وعمرها لا يقل عن 300 مليون سنة. طبعا العينة متحجرة حصل لها مثل ما قلت في السابق، مثل ما تلاحظون هذه العينة أيضا عبارة عن فصائل من الرخاويات التي كانت تعيش قبل 500 مليون سنة، ما قبل عصر الديفوني تقريبا. مثل ما تلاحظون تشبه القواقع. طبعا العينة متحجرة، طبعا هذه عبارة عن نجمة البحر متحجرة، عمرها لا يقل عن تقريبا 70 مليون سنة. العينة متحجرة حصل لها استبدال بين خلايا المعادن، نواة خلايا المعادن وذرة المعادن مثل ما تلاحظون. عينة متحجرة بالكامل، طبعا محتفظة بالشكل المميز لها. طبعا هذه عبارة عن بكتيريا درستها في السابق، عمرها لا يقل عن 3.5 مليار سنة. هذه البكتيريا البدائية التي كانت تعيش في السابق. طبعا البكتيريا متحجرة بالكامل، يعني بكتيريا متحجرة تعتبر قديمة جدا، عمرها 3 مليار سنة. طبعا هذه أحد الصخور التي درستها، ترجع إلى عظمة ديناصور متحجرة مثل ما تلاحظون. عظمة ديناصور عمرها لا يقل عن 60 مليون سنة. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن فصائل من الرخويات المتحجرة، عبارة عن قواقع متحجرة عمرها لا يقل عن 60 مليون سنة. وهذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن قد تكون نوع من أنواع النيازك الساقطة من خارج كوكب الأرض مثل ما تلاحظون، نيزك خارج من